ومسكة وأمان السعادة وطمئنان طول الزمن بتعيشوا مجتمعين أحلى سنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Karibu sana katika kipindi cha Nasheed kiletwa nami Abdulrazak Ingutia na pamoja na ukhti Fatma, lakini leo tunafanya kitu ambacho ni tofauti na desturi kwa sababu tupo katika kumi ya tatu ya mwezi wa Ramadhan, ambalo ni kumi ndani yake lapatikaniwa kuteremshwa kwa Qur'an katika siku ya Lailatul Qadr. Basi inshallah leo tumeamua kuwa tutakuwa na mgeni ambaye atatusomea Qur'an. Anafahamika kama Sheikh Kadhim na atakuwa anatusomea kutokea katika sura ya Al-Imran katika Qur'an. Naam Sheikh, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan wa sahlan. Marhaban, jazakum Allah khayran, jazakum khayran. Tafadhal, yani ashkur li anna ji'ta ilayna li taqra al-Qur'an. Tafadhal istamir. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Innahu khayrun nasirun wa mu'in. السلام عليكم جميعا ورحمة الله، وأقدم سلامي وتحياتي إلى مشاهدين الكرام. وكان لي شرف أن أحضر بين يديكم وفي دولة كينيا وفي جمع المسلمين إخواني المسلمين، وطبعا زادني شرف أن أكون بين يديكم وأتلو القرآن، وإن شاء الله نتلو على مسامعكم الشريفة من سورة آل عمران إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم
قلوبهم ويتفكرون وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا
أعطيناك الكوثر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي صدق الله العظيم. شيخ شكرا شكرا وبارك الله فيك. يعني قراءتك جميلة جدا، قد فرخت في قلبي. أصلي أن الله يزدك عافية ومعاشة طويلة. الحمد لله، شكرا في وقتك. أتمنى لكم الخير إن شاء الله والتوفيق والنجاح إن شاء الله في كل الأمور. آمين. أسأل من الله سبحانه وتعالى إن شاء الله أن يغنيكم آمين من كل شر ومن كل عين حاسد وحاسد إن شاء الله، ويعمر بلدكم آمين وتتحول أحوالكم من أحسن حال إلى أحسن الأحوال إن شاء الله تعالى. آمين. أراكم بخير. نعم. بارك الله فيك. ولكن اصبر. نعم. لأن الآن أريد أن أتحدث مع الذين ينظرنا في التلفزيون. نعم. ثم بعد ذلك سنكون في وقت الذي تخرج منه إن شاء الله. ولكن شكرا جزيلا يا شيخ. نعم متزماجي pale nyumbani tuko na Sheikh Kazim ambaye ametusomea kutoka suratul Ali Imran na ametusomea kwa kira kizuri sana. Inshallah tutazungumzia zile sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambazo anaweza tunafaa kuzingatia wakati tunaposoma Qur'ani na vile vile pia misingi ambayo tunafaa kuzingatia katika masomo.